السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أماني من قناة بيانكو. النهاردة بإذن الله هنعمل البلح، مربى البلح السماني. يلا بينا نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول. معانا حوالي 2 كيلو إلا ربع بلح سماني، هنقشره. نشيل القشفة الخارجية بس. المقادير اللي معانا غير البلح، القرفة، القرنفل، الليمون وسكر. هننزل بيه في حلة على النار وهنزوده مية، هنغطيه بالمية. هي تغلي عليه نبدأ نشيل الريمة. وهنسيبه يغلي لغاية بعد الغليان بربع ساعة. ربع ساعة بالظبط ندفع عليه. هنشيله من الحلة. وهنطلع النوى بتاعت البلحة بعصاية رفيعة بخلة سهلة، هتطلع سهلة يعني. من تحت كده نزقها لفوق هتطلع. بعد كده هنحشيه سوداني، ممكن نحشيه لوز، ممكن نسيبه كده، بس السوداني هيبقى طعمه حلو. كده حشيناه كله سوداني. هنحط حوالي 1 كيلو سكر على المية اللي بتغلي اللي احنا كنا غالينه فيها مسبقا، وندوب السكر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هننزل بالبلح، سيبه يغلي ربع ساعة. كده بقاله ربع ساعة بالظبط بيغلي بعد ما حطينا السكر. دلوقتي هننزل ببشر برتقانة، لو مفيش مش مشكلة، بس هي هتديله طعم وريحة حلوة، والقرفة والقرنفل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لو في ريمة بسيطة هنشيلها. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هنسيبه ربع ساعة تاني ونبدأ نحط له عصير ليمونة كبيرة. ونهدي عليه النار ونسيبه ساعة وربع. كده هو بقاله بالظبط ساعة وربع. هننزل بالسوداني ياخد غلوة. كده هو استوى. لما نعمل المعلقة كده والخطين ما يجوش في بعض يبقى كده استوى. ده تاني يوم بعد ما بيبت. وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.